اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك دكتور. واجب تاني. احنا كنا المره اللي فاتت خدنا الواجب عن نموذج من المدخلات. كان السؤال لو انت فاكر، اديني مثال او امثله على مدخلات ممكن انت بتبقى ألفتها او تعودت عليها بس ممكن يبقى تاثيرها سلبي عليك. هو حقيقي انا فكرت في القصه دي، ان انا كان عندي حاجه مش لاقي لها سبب، وهي ان انا ممكن الصبح ابقى رايح الشغل حاسس ان انا متضايق، مش مستحمل حد يكلمني كلمه. يعني محتاج كده اول نص ساعه يسيبوني بس في حالي كده. طيب ففكرت، لقيت انه وانا في الطريق اول ما بطلع من البيت بركب سياره زحمه جدا، السواق بيبقى مصر ان يركبنا اربعه في كرسي واحد، فبقى قاعد متضايق لحد ما اوصل للمحطه اللي بعدها. طبعا مش جميل انك انت متضايق، بس جميل قصدي توقفك عند المدخل ده. أوكي. وبعدها في حته معينه من الطريق زحمه جدا، بناخد فيها تقريبا دي بتاخد لها ساعه مثلا في 2 كيلو. جميل. فحسيت ده كده طبيعي ان انا اوصل للشغل مخنوق ومحتاج بس اقعد شويه كده اهدى. اظن طب انا مثال جيد جدا، بس انا هتوقف عند كلمه يبقى ده طبيعي ان انا اوصل. لا ده مش طبيعي. ما هو يعني كل المقدمات دي مش بالضروره تاثرش عليا سلبا. واحده من الحاجات اللي احنا عايزين نتعلمها انه ازاي تعدي عليك حاجات كان في يوم من الايام بتعدي وبتعمل لك انفجار عصبي مش عارف ايه، وهي نفسها اللي بقت بتعدي عليك بعد كده من غير ما تحدث نفس الاشكال، لانه المدخلات دخلت على عمليات مختلفه، بقى في مخرجات مختلفه. واضح؟ فحته انه المثال التقليدي اللي احنا بنقوله، بتلاقي اثنين في نفس الشارع، واحد متعصب، واحد ماشي بهداوه ومشغل مثلا حاجه بيسمعها في راديو ولا في كاسيت، هو كاسيت يعني في سي دي ولا في اي حاجه. طب ليه؟ طب ما هم في نفس المكان والمفروض نفس المدخلات، انما المخرج بقى مختلف. السبب هنا بقى العمليات. فشغلنا كله اللي بدأناه بإقرأ هو كله على العمليات. انت ازاي تقدر المدخلات دي تشتغل عليها شغل مختلف تطلع منها اوتبوت مختلف. طيب احنا خدنا المره اللي فاتت المصطلحات بتاعه المدخلات والعمليات والمخرجات. علاقه ده بإقرأ بقى يعني؟ جميل. كالعاده قلنا انه في منهج معين، والمنهج ده عاده في فقه النفس يبدا بمعرفه المصطلح. هي إقرأ معناها ايه؟ كلمه قراءه معناها ايه؟ القراءة في اللغة يعني الجمع، وقالوا القراءة هي جمع الكلمة من حروفها المكونة لها. فكلمة قراءة معناها أنك تجمع الحاجات المفككة المنثورة عشان تكون منها جملة مفيدة بين قوسين. طيب الكلمة دي هنرجع تاني أظن بعد كام جلسة كده هنربطها بكلمة مهمة جدا، هي كلمة إيه؟ العقل. لأن العقل في اللغة الجمع والإمساك والربط، وبالتالي اقرأ كأنك بتقول اعقل. فالقراءة هي انك ما تبصش على الحاجات كده بطريقة مترامية منثورة مفككة، لا انت بتبص على الحاجة كده وانت بتجمعها على بعض. ولذلك لاحظ معظم ألعاب الأطفال اللي احنا مديها للأطفال هي قائمة على العقل، قائمة على الجمع. يعني الناس اللي عندهم أولاد بيعرفوا بيجيب لهم حاجة معينة مثلا، بتلاقي منثورة الحاجات زي قطع الليجو منثورة، هو بيقعد يجمعها ويقعد يعمل بينها حاجات متناسبة ومتناغمة ومتناسقة مع بعض، ودي تؤدي لدي ودي مرتبطة بدي، دي كلها آلية عقل. فاحنا نعود الأبناء ونرد يعني وندربهم على العقل من الصغر. السؤال اللي الناس عادة بتسأله، طب ما دام اقرأ يعني تتناول المدخلات وكيفية التعامل معها، بس هل الكل بيعمل الكلام ده؟ في الحقيقة نعم، بس بيعملوها يا إما بشكل غير واعي يا إما بشكل واعي. طيب لكن إحنا معظمنا بنعدي بالكلام ده، بدليل أنه لو أنت حد جالك مثلا وقال لك فلان قال عليك كذا، تروح أنت لحظة شوية، أنت جبت الكلام ده من عارف الوقفة اللي أنت عملتها دي محاولة تعقل، لأنك أنت مش عايز يخرج منك مخرج بين قوسين اللي هو السلوك بالحكم على إنسان. لا أنت الأول بتقف كده وتقول له لحظة شوية، أنت شفته إمتى؟ وقالها لك في أنهي سياق؟ كان زعلان؟ طب أنت قلت له أنا قلت إيه قبل كده؟ أنت إيه اللي بتعمله؟ أنت في الحقيقة بتبعد عن الصورة وتروح موسع الدائرة كده وتروح باصص على دائرة أوسع، دي عملية قراءة. طيب ده معناه دكتور ان كميه المدخلات اللي بتدخل لنا مثلا او الحاجات اللي الواحد بيتاثر بيها في طول اليوم
يعني كميه مهوله جدا لا تكاد تحصى. هنقعد نركز مع ده كله. جميل. السؤال انا بساله دايما للناس، كم شخص في القاعه مثلا بيبقى قدامي في دوره تدريب، كم شخص فيكم بيسوق عربيه؟ المعظم بيرفع ايدي. ممتاز. كم واحد في اللي رفع ايده عالم فيزياء؟ بقول له ايه دخل ده؟ بقول له ممتاز. يبقى انت لما سقت العربيه لم يضطرك هذا ان تكون عالم فيزياء، لكن خدت من علم الفيزياء ما تحتاجه لقياده سيارتك قياده امنه. انا عايزك تعمل نفس الحكايه دي. تقف عند المدخلات التي تجعل من قيادتك لحياتك قياده امنه. احنا اللي بيحصل مع شبابنا اليومين دول انهم يقفون عند التوافه ويجي عند الحاجات اللي تجعل من قيادتي لحياتي قياده امنه وما بيعرفش عنها حاجه. فتلاقيه مثلا بيستوقفك قوي كده وهو في طابور مثلا بيستنى معاك في مول ولا في كده، هو التليفون ده جبته منين؟ الكفر ده اشتريته منين؟ مش ده بيستوقفه. انما ما بيستوقفوش مثلا لما يشوفك شخص راكز كده وهادي ومش ما يجيش يقول لك معلش انا عاجبني قوي الهدوء اللي انت فيه. انت بتتدرب فين؟ انت بتقرا قران ولا ايه؟ انت بتعمل يوجا ولا حكايه دي ما بتستوقفناش. فاحنا نتوقف عند مدخلات للاسف غير نافعه، والمفروض من المدخلات اللي نتوقف عندها زي كثير مما يحصل في الاعلام مما يمر علينا وعلى ابنائنا وعلى ما بيتوقف يعني ما نتوقفش عنده. فباختصار المدخلات كثيره، نعم. هل ده يعني ان احنا لازم نتوقف عندها كلها؟ لا. بس ده هيستدعي منك انك تعرف انت مين وعايز ايه علشان تعرف ايه فقه الاولويات بتاعك اللي بناءنا. يعني حصل مره معايا موقف، كنت في معرض كتاب فسمعت صوت ورايا كده وتخيلت من الصوت انه الصوت صادر عن واحده لا تتجاوز 13 14 سنه بالكثير. واحده بتقول للثانيه الله اخيرا لقيتها، يعني بطريقه شبه دي شويه. فانا بصيت كده ورا واقف بثلاثه بنات فعلا 13 14 بالكثير بتبص على كميه روايات كلها سخيفه كلها سيئه. طيب فانا رحت واقف قلت لها معلش يعني انت فرحانه قوي عشان لقيتي ايه بالظبط؟ طبعا الكلام ده ما بقولوش كده، بقدم نفسي انا فلان وبشتغل كذا عشان يبقى في كسر للحاجز بس. قلت لها انت عارفه ان الروايه دي لو قريتيها ممكن تخش فيها وما تطلعيش تاني لانك مش مستعده؟ انت عارفه انك ممكن تتقمصي اي شخصيه وتبقي مكتئبه؟ انت عارفه؟ فهم قلت لهم واضح من رده الفعل انك حتى مش عارفه تدافعي عن اختيارك. مما يدل على انك اي حاجه. هي بقى اسالها طب لو واحده قالت لك انت مظلومه، الاسلام ضحك عليكي والحجاب ده مش فرض والرجل لازم يبقى متساوي مع المراه في الميراث، تقدري تردي عليه؟ لا. الروايه دي هتخليك ترد عليه؟ لا. الصحه النفسيه بقى اخبارها ايه؟ راحت في الضوء. طب ده معناه ان حياتنا كلها تقريبا بتدور حوالين المدخلات، بتدور حول طريقة التعامل مع كثير من المدخلات اللي بتجيبها. طب هل يعني ده يجعلنا نتوقف شوية عند المدخلات، ايه هي وقصتها ومدى خطورتها؟ نرجع تاني نعرفها تعريف قلنا قبل كده. المدخلات هي كل ما يمر علينا، كل ما تتلقاه يعني أدوات الحس، وبالتالي احنا بنتكلم على بلايين المدخلات في الحياة اليومية. طيب وده مما يجعل المدخلات أمرها صعب، لأنك انت ما بتعرفش يعني هتلاحق على ايه ولا على ايه. في دراسة بتقول لك لو أنت عايش في مدينة متوسطة يبقى أنت بتشوف في اليوم ما لا يقل عن 700 إلى 800 إعلان تجاري. في اليوم. في اليوم. أما لو كنت عايش في مدينة من المدن المزدحمة زي سنغافورة، هونغ كونغ، نيويورك، دبي، أنت بقى بتخش في 1100 1200 إعلان تجاري بيعدوا عليك وأنت لا تظن انه كل دول دخلوا واثروا وانت ما تعرفش. وبالتالي فكره المدخلات اولا هي كل ما تتلقاه ادوات الحس، وده بيخليها عدد مهول جدا. بس المشكله هنا انك هل انت قادر على التعامل معها كلها؟ انا بصور المدخلات للناس كانهم ضيوف. انت كل يوم بيدخل لك ملايين الضيوف. انت عندك القدره انك تتعامل معهم كلهم، تقعدهم كلهم في مكانهم، تخليهم كلهم ياخدوا واجبهم من الضيافه وكده، ولا هتركز في ناس وناس تانية ممكن تطنشها؟ طب واللي طنشته ممكن يخش ياخد مكان مهم وانت مش عارف؟ فهي دي المدخلات باختصار. خطورتها بكثرتها بانها ممكن تدخل معاها حاجات كثيره وانت مش عارف، ممكن تالفها وانت مش حاسس،
هديك مثال بسيط جدا. اتفضل. لو حد جه قال لك قبل 20 سنه قبل 30 سنه هيجي يوم عليك في رمضان هتلاقي في عري في الشاشه ورقصات بترقص في اماكن عامه وشيشه موجوده في في في, في ازقه الشوارع والناس ما بتروحش على التراويح بقدر ما بتروح تحضر في في كافيهات ومش عارف ايه، هتصدقه؟ كنت هتقول له يا اخي ايه سوء الظن ده، يا اخي والله الامه فيها خير يا اخي. طيب احنا فين دلوقت؟ طب ما الذي اوصل الناس الى هنا؟ ألفت المدخلات. المدخلات كترت لدرجه ان احنا ألفناها. لما واحده تخش لي مثلا في دوره من الدورات وتبقى منزعجه، دكتور انت بتتكلم كتير على حته العري ومش عري، طب يعني هي ايه المشكله ان انا بقى لابسه مثلا شورت في البيت؟ اقول لها في البيت مع مين؟ ولادك وبناتك موجودين؟ ايه المشكله؟ ايه اللي ايه المشكله؟ انت فاهمه انت بتقولي ايه؟ هي الست دي حصل لها ايه؟ دي ألفت كميه مشاهد عري في المسلسلات والافلام لدرجه انها وكانها بتقول لك يا عم احمد ربنا ان انا مش قلعالك في الشارع يا عم. ده انا حته ان انا اقلع في البيت دي، ده انتوا لازم تدخلوني الجنه. ليه؟ لانها ألفت المدخلات لدرجه انها بقت تشوف نفسها في اللي بتعمله هو ده الاصل. معناها هي ايضا يعني زي البنت اللي تتصور انه هي ايه المشكله في التايت والجينز الضيق، لانها هي فاكره ان العري مجرد انها تبقى لابسه جيبه مثلا فوق الركبه ولا معريه الجسد، انما حته انها تبقى كاسيه عاريه دي مش واخده بالها منها. لما شبابنا يصلوا لمرحله انه ما عندوش اي مشكله يلبس جينز اللي بيسموه ساجينج بانت، طيب والبوكسر بتاعه باين من ورا، هو ازاي وصل للمرحله دي اللي ملاش اي دعوه بالمنطق؟ ألفة المدخلات. يعني ده لانه بيشوف ده كتير، بيشوف بيتشاف مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وعشرات ومئات المرات لحد ما يبقى. ازاي شبابنا وصلوا لمرحله انه عادي جدا انه ممكن يشتم صاحبه بالام والاخت بس ده هزار؟ ليه؟ ألف المساله. تعال اقول له طب انت ترضى ان مامتك تبقى معديه جنبك وانت بتاخد الشتيمه دي من صاحبك؟ اكيد لا. هيقول لك لا. طب بتعملها ليه؟ ألف المساله. ازاي وصلنا لمرحله انه الاعلاميين الاسلاميين لما عايز ينكد في السياسه يروح جايب لك لقطات من افلام لناس هو نفسه ما بيحبهمش، لانه ألف الافلام لدرجه انها بقت هي اللغه المشتركه بينه وبين الجمهور. يعني بقى بيستخدم لقطات من ناس هو يرى انهم فساق فجره بس بيجيبها عشان اللازمه والافيه والمش عارف ايه من الالفه. انا فاكر ان احنا وصلنا مرحله كان خطيب الجمعه بيستدعي نكات من ممثلين في الخطبه اللي بعدها بيلعنهم. انت ازاي بتعمل كده؟ الفه. فمشكله المدخلات انها ممكن توصلك لمرحله انك انت، وده اللي بالمناسبه وده اللي بيقعوا فيه الاهالي في التربيه، لا بيراعوا المدخلات اللي في البيت، الصور، الاعلام، الباربيز، الدمى، الصور اللي موجوده في كل مكان، ويألفها الطفل ويتربى عليها. وبعدين تعالى بقى جيبه في العيادة، دكتور أنا ابني ما بيسمعش مش عارف إيه، أنا ابني معتاد على، يظهر أن الموضوع ده هياخد وقت. يعني أظن أن احنا هنحتاج المدخلات محتاجة أكيد جلسة، يظهر أن احنا محتاجين جلسة تانية في الكلام ده أكيد، لأنه بالذات لأن أنا لما دخلت في حتة التربية شعرت أن احنا محتاجين يعني نفصل فيها شوية. بس هسيدة حركة ممكن ناخد في الآخر الجلسة النهاردة أضرار المدخلات بشكل عام. بشكل عام كثرتها، تشتيتها لينا، الضغط النفسي اللي هتعمله واحنا مش شاعرين بيه، انها ما بتخشش لوحدها، بتخش معاها روابط كتيره وسلبيات كتيره. ومن اهم الاضرار للمدخلات انها تؤثر على الذاكره. تلاقي شاب لسه ما عندوش 20 سنه عنده الزهايمر، طبعا مش قصدي الزهايمر يعني متشخص، بينسى كتير لكثره المدخلات اللي بقت بتشغل حيز من الذاكره عنده هو مش حاسس. حتى إشعار آخر بقى إن شاء الله. شكرا دكتور. أهلا وسهلا.